تعرف مدينة سطات اليوم المشاركة والتنظيم ديال الدورة ديال 100 مدينة 100 يوم، هذا شرف لنا النسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني الأحرار أنها تشارك، وتشارك الساكنة ديال سطات اليوم غتعبر على جميع ما يخالج الصدر ديالها من العوائق التي والمشاكل التي تعرفها مدينة سطات، وذلك لدراستها إلى إلقاء الحلول ولرفع التوصيات إلى القادة ديال الحزب باش يعطيو واحد الحلول ناجعة إن شاء الله اللي غادي تعود بالتنمية على مدينة سطات. بهذا المنبر هذا كنشيد بهذا البرنامج هذا ديال 100 يوم 100 مدينة اللي نادى به السيد الرئيس عزيز أخ النوش ديال الحزب ديال رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار. من خلاله اليوم شاركنا المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات السيد محمد بوسعيد، والمناضلة الرميلي نبيلة عضوة ديال المكتب السياسي. الحمد لله اليوم الإخوان كلهم غادي يشاركوا باش يعطيو واحد الصورة حقيقية على الاهتمام ديالهم بالمدينة ديال سطات اللي غادي يلقاو لها إن شاء الله الحلول من خلال رفع ديال التوصيات اللي غادي ترفعها إن شاء الله. اليوم الهدف من المجيء ديالنا لمدينة سطات هو يعني هدف الإنصات للمواطن. خصنا اليوم الساكنة ديال سطات نتلاقاو بها، نسمعوا لها، نعرفوا شنو هي المشاكل ديالها، شنو هما الهموم ديالها اليوميه اللي كتخبط فيها داخل المدينه. سمعنا الشباب كيتكلموا على مشكل التشغيل، سمعنا النساء كيتكلموا على مشكل ديال البطاله ديال وليداتهم، ظروف يعني قاسيه، وهذا الشيء كله جينا اليوم باش نسمعوا له وباش نديوه وباش نوصلوه وباش نحطوا واحد البرنامج اللي كيلق بالساكنه ديال سطات، لان اليوم تسير الشعب المحلي ماشي خصو يجي من الفوق، خصو يجي من الساكنة، هما اللي خصو يقولنا شنو خصهم باش يمكننا نحطوا برنامج اللي يليق بهم، وخصهم حتى هما ينخرطوا معنا في العمل السياسي، لان كيعرفوا على ان تسيير الشأن المحلي راه ديالهم وليهم. فبالتالي هذه يعني فرصه ان الحزب يعرف ويتقرب اكثر من المواطن ديال مدينه سطات، يعرف المشاكل ديالو، يعيش معاه هذه اللحظه، لان راها لحظه تاريخيه. احنا ماشي في حمله انتخابيه، ما جيناش اليوم باش نقولوا الناس صوتوا علينا، حنا جينا اليوم غير نصنتوا الناس ونعرفوا شنو هما المشاكل ديالهم، نتقاسموا معاهم الهموم ديالهم باش يمكننا غدا نحطوا برنامج مدينه سطات يكون برنامج حقيقي منبثق من الهموم والمشاكل الحقيقيه ديال الساكنه. 100 يوم 100 مدينه تحط الرحال اليوم بمدينه سطات. احنا كشبيبه تجمعيه بالاقليم قمنا بدورات تكوينيه للتاطير للتاطير قصد التنظيم محكم لهذه الدوره ديال اليوم. اليوم الشباب راه واقف على التنظيم، حتى الاقبال ديال الساكنه ديال سطات تبارك الله راه يعني القاعه قربت تعمر وباقي الناس كيجيو. الشباب اللي مأطرين باش اللي مديرين التكوين باش يديروا التاطير راهم في عين المكان، الامور كلها غاده مزيانه. التجمع الوطني الاحرار اليوم جل سطات باش يسمع المشاكل وايضا ياخذ الحلول من عند الساكنه. كنتمناو اننا المشاكل تخرج من عند المواطن وحتى الحلول ان شاء الله. فاحنا كشبيبه كالتنظيم اللي مكلف بتنظيم هذا الحدث واقفين على الامور ديالنا، وكل شيء غيدوز بسلام ان شاء الله. وغادي غنبينوا ان الناس ديال سطات عندهم ما يقولوا يعني من خلال المشاكل اللي غيطرحوها وحتى الحلول اللي غادي يقولوها ان شاء الله اليوم. السلام عليكم ورحمه الله.